تواصل مؤسسة حياة كريمة إطلاق المبادرات التوعوية، حيث نظمت مؤتمرا جماهيريا للتوعية بالقضية الفلسطينية، وذلك بمركز شباب القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. تستهدف المؤسسة عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبا وقيادة جنبا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية. مؤسسة حياة كريمة شاركت في قيامها بقوافل بحجم يفوق القوافل التي جت لنا من الدول الأخرى لدعم أهالينا في غزة، وزي ما قال فخامة الرئيس إن معبر رفح ما اتقفلش خالص، معبر رفح مفتوح، وحياة كريمة قامت بالحمد لله بقوافل عديدة لأهالينا في غزة. عاملين مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام، وإذا كنا بنتكلم على حياة كريمة فإحنا بنتكلم عن إنجازاتنا من 3 سنوات خلف القيادة السياسية، والنهاردة بندعم القضية الفلسطينية، ومن ساعة ما بدأ العدوان بنتكلم إن حياة كريمة قدمت ما يقرب عن 3500 طن مساعدات ما بين غذائية وعلاجية وما يشمل ذلك، وبإذن الله برضك ما زلنا بنقدم مساعدات وبندعو من الله إن يخفف عن أهالي غزة الظلم الواقع عليهم. جايين ننشر التوعية حول القضية الفلسطينية وإزاي نقدر نساعد أهالينا هناك، بجانب عرض إنجازاتنا خلال ال3 سنين اللي فاتت كمؤسسة ليها دور ملحوظ ومشهود على الأرض. يا رب يكون كل الأدوار اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت دي نالت الإعجاب، وإن شاء الله إن شاء الله لسه في كتير ناويين نقدمه الفترة اللي جاية، ومن هنا ربنا يرحم جميع الشهداء في فلسطين. حياة كريمة بتعمل مؤتمر حاشد بمدينة القنطرة غرب للتوعية بالقضية الفلسطينية ومشاركة في العمل العام، وإحنا بنشكر سيادة الرئيس لدعمه للقضية الفلسطينية. إحنا يوم الخميس الماضي كنا في الاستاد القاهرة، وألاف الشعب المصري كلها كانت بتشكر سيادة الرئيس على دعمه للقضية الفلسطينية.